بخير. وهذه وريضة مفتحة هذا الصباح. بارك الله فيك. اش خبارك؟ لاباس الله يبارك فيك. مرحبا بك معنا على راديو أصوات وفي برنامج كل حدقة حديث ومغزل مع سناء الزعيم. بارك الله فيك. أول مرة كنشارك في برنامج وشدك الخيال. وشوف دابا انتيا نساي انك دايزة مع احتسانة وخلي عليك شي مكان. الحمد لله بارك الله. اسم الجميل شكون اللي سماك هذا الاسم الجميل؟ الوالد ولا الوالد؟ لا راجل. امين امين. مرحبا بك من الدار البيضاء. وكنصبح طبعا على كل اخواتنا المستمعين. غراتان باش كتصوبي؟ هاد الغراتان كاين عندي واحد سباكيتي والكفته وكاين واحد بالخضره. اذا ناخذو ديال لي بات وبالكفته حتى هو غادي يجي رائع. بدا غادي ناخذو ربع ديال السباكيتي ربع ديال السباكيتي ربع ديال الكفته. نعم اييه. معلقه ديال المطيش الحك. ايه والفرماج احمر. باكيتي وغادي نديرو مني غادي تسلق غادي نديرو عليها واحد طريف ديال الزبده نصفوها ونديرو عليها واحد طريف ديال الزبده. غادي ناخذو الكفته غادي ناخذو الكفته نسيت ما قلتلكش واحد الفص ديال الثوم نزيدوه ماشي مشكل ونزيدو فص غادي ناخذ هذيك الكفته غادي نحطها ونشحروها حتى تطيب بحك. ايه وغادي ناخذ ديك السباكيتي ديالنا غادي ندهنوا المول بالزبده. ايه غادي نفرشوا فيه النص ديال هذيك ديال هذيك السباكيتي وغادي نديروا عليها هذيك الكفته اللي عندنا كامله غنفرشوها فوق منها. وغادي نديرو لاصوص بشاميل. اذا كديري الطبقه الاولى اللي كتفرشي ديال السباغيتي ديال العجائن او لي بات ومن بعد كديري ونزيدو عليها داك الشيء اللي بقى عندنا ديال السباغيتي وعاد كديري البيشاميل. عاد نديرو لاصوص ديال البيشاميل ونحكو عليها الفرماج علما انه الكفته راكي خلطتيها قلنا بمطيش هذا الحكي يعني راها غير معلقه هذيك المعلقه. اييه صافي كندخلوها للفران بالصحه والراحه. الله يعطيك الصحه والراحه. حتى هذه واحد الاكله رائعه كتجي ومتكامله فيها غادي تصوبها وترتاح ان شاء الله. تمنيتي في هذا النهار وحنا في الليله تجنبي. امين يا رب حنا وجميع المستمعين. شكرا لك كثير اختي ورده. فينا بلاصه انت في الدار البيضاء؟ كاينه في عين سبع. ايوا نعول عليك ورده بعين سبع راك دابا انت السفيره ديال البرنامج. هذاك الشيء اللي كاين كاع اللي كنعرفهم كاينين اللي كيلقوني جاراتك مشيتي للسويقه مشيتي كيلقوني مشعل الراديو كنقول لهم سمعت الاصوات.